جدا للأهلي على المقصة 4-1 واحد في مباراة تقدم فيها المقصة في الدقيقة 34 عن طريق مودي من ضربة جزاء، ثم تعادل الأهلي في الدقيقة 38 برأسية محمد شريف من عرضية من علي معلول، وبعد كده الأهلي تقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 63 برأسية من حسين الشحات، وفي الدقيقة 75 هدف ثالث للأهلي انفرد شريف بحارس المقصة وأون جول يعني من دسوقي، وفي الدقائق الأخيرة الدقيقة 90 في 93 أفشة بيختتم الرباعية من تسديدة من وسط الملعب فوق الحارس مستغلا خروجه الخاطئ. فاروق، فوز مهم جدا للأهلي لكن كان متوقع يعني يعني الأداء اللي بيقدمه المقصة بالذات الفترة الأخيرة وخاصة المباراتين أمام الزمالك كان فوز متوقع. أنا أعتقد أن مباراة البيراميدز الأهلي يعني عارف الرب دارة النافعة يعني استفزت لعبة الأهلي واستفزت الفريق من جديد كان محتاجها قبل كازر تشيفز في الماتشين ثلاثة اللي لعبهم، وماتش سموحة وماتش المقصة ظهر بشكل أفضل كتير من الشكل اللي كان ظهر بيه قبل كده. النهاردة رجع السولية فشكل خط الوسط اختلف بقى في تحرر اكتر، وان كان طبعا وجود ديانج ضروري جدا لكن حسب يعني ما اعرفش موسيماني هيفكر ازاي لمباراه كازر تشيفز. شريف ياميدو بيتطور تطور مرعب يعني شريف بيتقل مش كل شهرين ولا كل موسم، ده كل اسبوع ده كل شهر شريف بيتطور. النهارده في الكرات الهوائيه رائع جدا 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 اكتر من كوره مش بس الجول. فبصراحه مصر كسبت مهاجم رائع فعلا، قدر ان هو يكسب شخصيه كبيره وقدر ان هو يعني يفرض نفسه كمهاجم يعني مصر الاول حاليا. مصطفى محمد طبعا متالق جدا في تركيا، واحمد ياسر ريان كويس يعني حاجه كويسه برضو جدا طبعا في ده كان عندنا ازمه كبيره في حسام حسن كمان كويس. يعني انا فاكر يمكن بنتكلم لو من اقل من سنتين من سنه ونص كنا بنتكلم عندنا ازمه كبيره جدا في هجوم منتخب مصر وكنا مش عارفين مين اللي يلعب في الهجوم. النهارده محتارين، الاهلي نفسه اللي عانى جدا هجوميا واللي كان بيفكر في مهاجمين اجانب وتعاقد مع بواليا، لو رجاله احمد ياسر ريان مع محمد شريف اثنين ما فيش واحد فيهم ينفع يقعد، فاعتقد ده مكسب كبير جدا. النتيجه الرقم اللي كسب بيه الاهلي 4-1 ترفع المعنويات جدا قبل ماتش كازر تشيفز فريق طبعا يعني فريق قليل جدا، لكن في النهايه ده فاينل فكان محتاج ان انت تدخل بمعنويات عاليه. النهارده لعبت المقصه كانوا شويه اجريسيف بس ده رد فعل طبيعي للتصريح غير الموفق اللي قاله كابتن عبد الجليل، تصريح غير موفق تماما حط فريقه تحت ضغوط يعني ما كانش بالظبط يعني حتى هو مش قصده حاجه. انا لازم يا جماعه نقول ان الراجل عبد الجليل راجل يعني مدرب لا يمكن ابدا يسمح بالتفويت طبعاً. راجل مدرب طبعا وعلى فكره مفيش حد ابدا يسمح بالتفويت. الكلام اللي بيتقال ده عن المدربين الكبار اللي هم طبعا كباتننا ان هم كانوا يفوتوا ماتش ده مش كده، هو بعد الهدف اصلا بعد الهدف الحركه اللي هو عملها ونزل سجد دي هو مفيش تفويت. لا هي موضه هو عارف ايه يا ميدو، هو كابتن عبد الجليل وحش الاضاء بس هو تصريح عايز يقول. انا متاكد ان هو طلع قاله، لا هو قالها بسلامه نيه خلاص والله عشان لا هو قالها هو عايز يقول وجوه في الاوضه قال غير كده. هو حاول يقول حاجه بسلامه نيه لكن لازم برضه يعني لازم تكون يعني لازم تكون ذكيه، وطبعا كابتن محمد ذكيه بس لا اقصد لازم تاخد بالك التصريحات. كنا لسه بنتكلم عن تصريحات المدربين انجلترا وازاي تاخد بالك وازاي كلمه ممكن تعمل مشكله. فالنهارده انا شايف ان الخشونه شويه اللي لعب بيها لعيبه المقصه انهم بيدافعوا عن كبريائهم يعني مش عايزين حد يقول عليهم ان هم بيتساهلوا. لكن في المجمل الاهلي اخر مش بس المباراه دي، اخر ماتشين ثلاثه خرج بفوائد كبيره جدا جدا واعتقد انه هيدخل ماتش كازر تشيفز بمعنويات كويسه وان شاء الله انا يعني واثق جدا جدا ان شاء الله الاهلي هيكون بطل افريقيا. هشام ايه رايك في ماتش كايزر تشيفز؟ مفيش نهائي سهل. مفيش نهائي سهل حتى لو كل الارقام والفروق في كل حاجه للنادي الاهلي، وده حقيقي. فاهم قصدي؟ يعني صحيح. هو من اسهل الفاينالات للنادي الاهلي كمنافس. لكن ممكن كاداء عايز اقول لك حاجه. اقرب شكل لمباراه كايزر تشيفز هي مباراه المقاولين. هي دي طريقه لعب كايزر تشيفز صحيح فين حاجه عباره عن ده. فهو سبحان الله مباراه جات له ان هو هم بيلعبوا كده. فاهم قصدي؟ مع حارس مميز، مع ان عندهم المرتدات بيعملوها بشكل مختلف على الاطراف وبيعملوا كورسات عندهم المهاجم ده. ودي عامه مشكله الاهلي الكور العرضيه. وبالرغم ان الاهلي فاز على المقاولين وبالرغم ان الاهلي فاز على المقصه، ولكن في حته لازم النادي الاهلي ياخد باله منها، ودي اللي يمكن بتخلي موسيماني يلعب ثلاثة، ان واحد على واحد ممكن تخترق. دي ممكن تبقى دي حاجه من الحاجات اللي موسيماني بيلعب ثلاثة عشانها.
يعني بانت في مباراه بيراميدز بالرغم ان هم مطرود منهم واحد وسايبين الاستحواذ، لكن الواحد على واحد كان بتمثل خطوره. النهارده الشوط الاولاني فيه كام كوره المقصه كان هيعمل بيها خطوره. فهل دي مشكله نص ملعب بالرغم ان هو نص ملعب الاهلي لعيبه جامده جدا؟ انا اتقمص دور ميدو واسالك انا بقى يا هشام، يعني تتوقع ان هو يلعب بحمدي وديانج مع بعض والثنائيه اللي بيقفل بيها خط الوسط وينزل حمدي شويه، ولا النهارده السيناريو بتاع الترجي وسان داونز ان هو يمسك الكوره ويستغل ان هو افضل فنيا من الخصم؟ هو يلعب زي ما بيلعب الثلاثه، هيلعب بحمدي اللي بيكسب بيه الماتشات الكبيره، بالذات كمان ان انت وانت خلي بالك انت لما بتلعب قدام فرقه بتلعبك على الكاونتر اتاك بيبقى مهم جدا ان انت عندك لعيبه بتقطع في نص الملعب توقف. ومهم ميدو جدا جدا جدا، ان خلي بالك ان ايمن اشرف عامل موسم 10 على 10، بس لازم يهدى شويه. في جول اتحسب لشريف على فكره، شريف هاتريك النهارده، جول بتاع الشحات اتحسب لشريف. لا ما ينفعش الجول التالت يتحسب لشريف. لا الجول لشريف اللي هي ردت من اللي كان اون جول اللي اتردت من المدافع، والله انا شفتها اصلا خبطت فيه انا. لا يعني انا قلت كده يعني هو حطها راحت مصدوده. انا شفتها في الاعاده خبطت فيه وقلت بس يعني ما اتقال لي انها جت في المدافع حسب اون جول. لكن انا بشوف ان ماتش كايزر تشيفز خطر، ماتش خطر، لان على فكره الكلام اللي احنا بنقوله هنا ده ان ما ده ماتش سهل للاهلي وبتاع، اسعد واحد في الدنيا لو سمعه هو مدرب كايزر تشيفز طبعا، لان هو يعني بالنسبه له السم في العسل يعني زي ما بيقول. لا هم خلي بالك الفرقه اللي توصل فاينل بالمنظر ده هي فرقه عندها نسبه من الحظ طبعا، يعني التوفيق فاهم معاهم، فوارد ان لا قدر الله ان ما يبقاش يوم الاهلي، فدي لازم حاجه من حياه النادي الاهلي. بس الفرقه دي لو دخل فيها جول هيبقى نهائي سهل. لو صحيح. جبت جول مبكر النهائي هيبقى سهل صحيح، لانك هتجبرهم ان هم يتخلوا عن فلسفتهم ويقدموا، وبالتالي بس انا اعتقد ان احنا مهما قلنا كل الكلام اللي بنقوله ده موسيماني في حته تانية خالص. موسيماني مدرب طبعا دايما دايما من اهم الحاجات فيه ان هو بيحترم خصومه جدا جدا، على اختلاف انا عايزه بس على اختلاف خططهم وعلى اختلاف قوتهم. عايزه من الاهلي يركز في الكوره العرضيه، خاصه لو لعب اربعه زي مثلا، انا متوقع ان هو ما يلعبش الاربعه دي، لكن لو لعب اربعه ياخدوا بالهم من الكوره العرضيه، لان عندهم المهاجم تقريبا كرواتي او ده بيلعب بدماغه كويس جدا جدا كويس جدا. عايزين